حبيبة، كيف الأخبار؟ تمام الحمد لله، الله يسلمك، الله يبارك فيك. عيني الليلة يا سرعتها جانا في المستشفى بتاعت النوم، فهمتي؟ هو ساكن وين؟ في الثورة، وقاعد هناك في الثورة 21، يعني فاصل بين 21 والعشرين. دخلوا في العمارات، دخلوا على سيدنا وخلوا غايد الكرري، الناس دي كلها في 20 و21، وفي حي الروضة دي محلات كرري، مغابر أحمد الشرفي والشمال شرق. شفت في المواقع ديل، في العمارات الكبيرة، الفيلا دي كلها جو قاعدين فيها. انت عارفة تابعين نبورة، تابعين نبورة. قلت لما رجع بشارع الوادي، مش وين، مش 21، تمام. جابوا جيش مشاح دخلوه بشارع الشنقيطي، ماشيين جنوب توغري، قالوا دارين يتسللوا بسكم درمان، وبغى دخل لكم شاوي صاهين. في زي حكاية 15 عربية بوكس جديد جابون جداد، ديل الليلة دخلوا بشارع شيكانو. اسمي كلامي ده كويس، اوريك شارع شيكانو الاسطوب بتاعت الدره. يلا ديل دخلهم بجوبة، هذه كل اي عربية مربوطة عليها دوشكة. ديل دخلهم اللي حسبتهم 15 عربية، والمشاحة الفات الليلة بيكونوا زي 60 نفر كده، بس ما كنت عارف، لكن زي 60 نفر فاتوا مشاحة، شايفهم كلهم ملفلفين بالجنازير بتاعت السلاح حقت الرشاش دي. جو كدار ودوم هنا، ده جابهم يعني كركة، بس كشفت عبيد وحيت راسه سيلف شايف الفيل يا ما جو ودوم بهنا. لكن جاب ادق لك ده، يا ترى قدامي كان، انا ده اقول لك، وما بقدر اطلع تليفوني اصورها. يعني وضع الحاجة الحاصلة يا جميل، وزي المعلومية، ارفع التقرير فورا. الناس ديل بقدر المستطاع لازم 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 شتي يدون اسلوب ودره بشارع شيكانو من مقابر احمد الشرفي ده، والشارع ماشي جنوب. الاسلوب الاول ده بيغادي من شوادي شوية، اسلوب فيه طرمبة. الاسلوب ده لازم يتدون، الاسلوب ده لازم يتدون تدوين تقيل كمان، مش تدوين ساكت، يتدون تدوين تقيل شديد. والاسطوب في الركن بتاع مقابر احمد الشرفي، الركن الشرقي ده اللي تدون شديد، لانه ده فوق قطط صومان. تاني حاجة في الاسطوب بتاعت حميدان فوق نجاس، انه المغامرات الدقن ليه سدر يا بنت، ولابسين شفت بناطلين قصار دي صارين صنة، فنايس سوداء تحت من طلنا تهزي قدام السري. عندنا وجيراننا خش عسكري ضربوا جوا بيته، ناس حل ديرو مشاليم، قال لهم يا جناب، قال لهم احنا جاي جيش، احنا جاهز امن، ما عندنا علاقة بالجيش، يضربوكم يخلوكم يصرفوا معاهم. ده اخر كلام طلع منهم هم جاتهم. يلا هسه موظفين في الصوبات دول الحلة، ده جهاز امن والمخابرات، ايمان ودهم هناك، شركوهم هناك قدام قدام السوق نرمان على وين وين ده كله. شنو دي ناس جيش يا ها؟ مشيت سوق ليبيا انا، قلت مشيت صالح القيعة، مشيت بشارع سوق ليبيا. انت عارف الجيش، جيش 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 ما كتير، لكن بجد 15 10 20، هنا هنا كده كده لحد جبل المرغيات دي. شفتي بشرق الجبل في سلخانة، جنب السلخانة دي عاملين محوش كده مضروب بابوه يا لبنية. يلا ده فوقه جيش جوا، فوق عربات جوا، عرفتي؟ تحت الجبل مباشر من الارتكاز تحت الجبل اللي تطلع تاني جنوب. تعرف الفسحة الكبيرة دي كلها عاملين فيها 3 ارتكازات، واقفين على حيلهم بس، 3 3 3 نقطة، تمام.